رصيدكم المعلوماتي فيما يتعلق الوطني للمجتمع المدني، سر التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التضامني بالنسبة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالحضور الكريم. من المهم اليوم المبادرة بمثل هذه الأيام التكوينية لفائدة شركائنا من أسرة الإعلام، حتى نتكامل ويتكامل مجهوداتنا في المجال الاجتماعي بغية تحقيق الانسجام في التنفيذ بتعزيز مهارات الصحفي على الاطلاع عن قرب على البرامج الاجتماعية وأهدافها من أجل ترسيخ ثقافة المجتمع المتآزر والمتضامن. إن هذه المبادرة التي تكرس مقاربة التنسيق والتكامل القطاعي تتوافق مع استراتيجية قطاع الاتصال المرتكز على دعم العمل التشاركي، سعيا إلى بلوغ أهداف الجزائر الجديدة بالنجاعة اللازمة وبمساهمة الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات. إن هذا البرنامج يهدف أساسا إلى تفعيل وتطوير دور خلايا الاتصال والصحفيين مركزيا ومحليا من أجل مرافقة سياسة الدولة للتكفل بانشغالات المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم، وهو ما يتطلب إعلاما احترافيا خاصة على المستوى الجواري والجهوي.